وسهلا. صباح الخير. صباح الورد. إيناس، أكيد سمعتينا وإحنا بنحكي عن المؤسسات الخيرية، أو خلينا نحكي جمعيات الحقوق. طبعاً ما في أجمل من السلام والخير، وهاي المنظمات بدورها هي يعني بتساعد على نشر الخير وبتعمه بين المجتمع. صباح الخير، شرفتينا ونورتينا. شو بتحبي تحكي بهالخصوص؟ والله احنا بالدرجه الاولى طبعا هو اللي احنا نسعى اليه ونهدف اليه هو حق الانسان المشروع في كل مكان. فحقوق الانسان هي الحياه، وهي الحريه والانسانيه، تحديدا الحريه التي لا تضر المجتمعات بالمناسبه، يعني لان في كثير من الحريه مفهومه مفهوم خاطئ. نعم. يعني انا بعتقد انه في مثل ما حكينا قبل ما تشرفي انه في اولويات، في تراتبيات، في كثير نشاطات لهي المنظمات. نحن بنعرف مثل منظمه اليونسكو، منظمه حقوق الانسان، منظمه يعني منظمات عديده، ولكن احيانا نحن كبشر عاديين بنجهل دور هاي المنظمات، او ما بيكون عندنا الحس اللمسي لدور هاي المنظمات. يا ريت تشرحي لنا عن دور هاي المنظمات ومدى فعاليتها حول العالم. طبعا بالدرجه الاولى رب العالمين خلق الاديان لمعرفه حق الانسان. اوكي، لازم احنا كلنا نعرف كل انسان شنو حقه بالحياه. أبسط حق من حقوقه أنه يعيش بسلام، أبسط حقوقه. بالنسبة للمنظمات، هي المنظمات اللي توصل صوت الإنسان تخليه بصوت مسموع. أوكي؟ طبعاً كإنسان عادي يتصور أنه بس حقه هو، ما يفكر بباقي الناس. احنا في وضع ما بعد الحروب، خصوصا بالدول العربيه، اصبحت كثير من المجتمعات مضطهده. نعم، مضطهده ومحتاجه الى مد يد العون والى المساعده. فاحنا بالتالي اول حاجه نفكر بها او نحاول انه نساعد بها الناس. مثلا عندنا النازحين. نعم. النازحين من الدول العربية في أكثر من مخيمات، في أكثر من مواقع. كثير من الناس اللي عايشة حياة طبيعية تجهل كيف عايشين هذول الناس. دور حقوق الإنسان وهذه المنظمات هو أن يرجعوا أو يخلوا هذه الناس اللي نسحت واللي ابتعدت عن بيوتها وعن مجتمعاتها أنه ترجع تعيش حياة طبيعية. والحمد لله يعني في كثير من الناس سعينا أنه نرجعهم إلى أماكنهم. دكتورة، كل ما احنا نطلب نطري دائما حقوق الإنسانية على بالنا حقوق الأطفال أو حقوق الأطفال هي نفسها. خبريني أكثر عن حقوق الأطفال عندكم في المنظمة. طبعا حقوق الطفل كثيرة، يعني يطول شرحها. بالدرجة الأولى الطفل حاليا طبعا المنظمات الدولية شرعت قوانين بالدرجة الأولى هو عدم ضرب الطفل، وهذا القوانين يعني صارت على نطاق واسع وصارت تطبقها الدول العربية بكثرة. فمثلا ضرب الطفل، تهيئة الحياة الخاصة اللي تخلي إنسان مدرك نفسيا وذهنيا شنو اللي إله واللي عليه. أوكي، فهذا الشيء طبعا دائما نسعى بنشره عن طريق الندوات، عن طريق البرامج التوعوية إلى آخره. مزبوط. يعني أنا بعتقد أنه كثير من النشاطات موجودة، ولكن أنا بعتقد قبل شوية حكيتي أنه سعينا وساعدنا بإرجاع ناس إلى موطنهم. نعم. الأصلي من 1948 خلينا نتكلم الفلسطينيين، يعني هم أول نازحين بالوطن العربي وأول لاجئين بالوطن العربي. اليوم نحن بنحكي ما بعد 60 عام من النكبة الفلسطينية، يمكن في البعض قدر يرجع لفلسطين لبلده، بس لكن هدول الناس اللي برات بلدهم، هل أنتوا بتقتصروا على أنه توفير لهم مسكن ومأكل ومشرب فقط؟ طيب ليش ما في وقفة مجتمعية ملموسة من مثلا هاي المنظمات أو هاي الجمعيات؟ هذه المنظمات تسعى أنه توصل صوتهم إلى أبعد مدى. طبعا هو موضوع شائك،
ويطول الحديث فيه، وهو مو يعني المنظمات ما هي اليد الوحيدة في العالم، في قانون، في تشريع، في تطبيق، في اتحاد، في تكاتف، هذا كله يوصل لهذه النتيجة، ولا من الصعب أنه بس يد واحدة لا تصفق. صحيح مزبوط. بس كمان إذا بدنا نرجع للعموميات أكثر شوي دكتورة إيناس، يعني مثلا جمعية حماية حقوق الطفل، جمعية حماية حقوق المرأة، منظمة حماية حقوق المرأة، كل هاي المنظمات أجت لتساعد أو لتأخذ بإيد الطفل أو المرأة أو أي منظمة أخرى، وعم تعمل بجهد بصراحة لحتى ترجع كل شيء سلب من هدول الأشخاص اللي هم الفئة المستضعفة من المجتمع. إلا أنه يمكن كمان بيجي دور المنظمة أنه هي توعي الناس لحتى ما يصير هذا الغلط، يعني دورهم ما بيقتصر فقط على مساعدة هدول المستضعفين، لا بل توعية المجتمع لحتى نتخلص من جذور المشكلة. كيف كمنظمة أكيد تقدر توصل هاي الرسالة للمجتمع وشرائحه الكبيرة لحتى نتخلص من الظواهر من أساسها؟ في ندوات وفي مؤتمرات وفي في كثير نقاش حول هذا الموضوع، في رسالة توعوية نوصلها عن طريق المؤتمرات، عن طريق المهرجانات، عن طريق الإعلام من خلال هذا المنبر، نوصل رسالة توعوية نوضح بها كثير أمور توعي الإنسان لهذا الطريق. أنا في شغلة بتلفت انتباهي أنه أحيانا في منظمات دكتورة إيناس أنه بترسل سفير لها ليروح للمكان نفسه قبل البدء بأي مشروع أو بالضبط أي شغل معين على أرض الواقع أو الساحة. هذا السفير له دور، ياريت لو تخبرينا عن دور هذا السفير اللي بيرسلوه أنتو لأول مرة في المكان أو الموقع. هو بالدرجة الأولى نشر رسالة، مثل ما قلت لك قبل شوية، هو توعية. أنا أوعي، في ناس كثير تجهل كثير أمور. دور ووظيفة سفير السلام أو سفير النوايا الحسنة هو توصيل الفكرة الصحيحة، أوكي؟ كل إنسان بالتالي راح يعرف حقه من خلال هذه الرسالة. إذا أنا عندي حق أو عندي فكرة معينة، كيف أقدر أوصل لحقوق الإنسان؟ عندكم مكتب معين أو في إيميل؟ طبعاً في كل دولة في مكاتب وأرقامها موجودة، وبزمن السوشيال ميديا ما صار شيء صعب. صح. يعني مزبوط. بس كمان أنا يمكن في نقطة شائكة بخصوص سفراء النوايا الحسنة اللي كان عم يحكي عنهم أمجد. دكتورة إيناس، إحنا عاديين بنشوف إنه في كتير من الناس المشاهير بحسوا إنه لقب سفيرة النوايا الحسنة أو سفير النوايا الحسنة هو لقب راح يزيد من قيمتها بالمجتمع، وهم أحيانا في بعض الأحيان مش دائما بيطلعوا بيعملوا هذا الشيء فقط رياء، ما بيكونوا حابين هذا الشيء. أنتم يمكن كمنظمات تلمسوا هذا الشيء، كيف تقدروا تلمسوا هذا الشيء في الناس اللي حابة إنه هي فقط تظهر على السوشيال ميديا أو تظهر أمام الناس بصورة حسنة، والشخصيات المؤثرة اللي فعلا هي مؤثرة وحابة تعمل خير وتغير في المجتمع؟ بالمناسبة هو كسفير سلام أو سفير نوايا الحسنة هو تكليف وليس تشريف، لو هم يفهموا هذا المعنى الحقيقي. بالضبط، لأن هذا فعلا موضوع جدا حساس وحابة إنك تحكي فيه. هذا مثل ما قلت لك تكليف وليس تشريف، يعني هم لو ينظروا للموضوع بعمقه راح يشوفوا إنه عليهم على كاهلهم مسؤولية كبيرة كثير. يعني لما بالمناسبة هو كسفير نوايا حسنة أو كسفير سلام إلى مدة محدودة، يعني في بعض المنظمات لمدة سنة، في بعضها لمدة سنتين وليس مدى الحياة. فهذه الفترة أنت شو قدمت؟ صحيح، يعني هي مثل فترة تعاقد مع الشخص. بس قدي يعني شو خلينا نقول الصفات اللي لازم يمتلكها لحتى يلقب بهذا اللقب؟ إنجازات مثلا سواها بالضبط، إنجازات شو هي هاي الأشياء؟ بالدرجة الأولى يكون هو عنده الوعي الكافي أو الثقافة الكافية لنشر السلام، يكون مؤمن بهذا الشيء، مش ليس فقط بس كلام يعني يردده وخلاص، يكون مؤمن بهذا الشيء، ورح يبين أكيد من أعماله. يعني مثلا أنا بالنسبة إلي من استلامة سفيرة النوايا الحسنة، أول شغلة عملتها مهرجان سلام العالمي الأول بالعراق، ونشرنا به كثير رسائل ووصلنا معلومات، كثير ناس اقتدت بينا وكثير فرق اتكاتفت وصارت تقتدي بينا وتقول احنا نتمنى نكون مثلكم، فصرنا نوصل لهم فكرنا وهو فكر السلام بالدرجة الأولى. جميل جدا. يعني بعتقد انه في سؤال بس حاب أسألك إياه، يمكن شوية سؤال من نوع آخر، انه
هل المنظمات العالمية نعم. مش المحلية، العالمية والدولية، نعم. على النطاق الواسع هل تسعى أنه تبرز دورها من خلال أشخاص مؤثرين، بما أنه حكينا أنه في فنانين، في مطربين، في رسامين؟ أكيد أكيد، إحنا بزمن الإعلام والميديا، يعني المفروض كيف توصل الصوت هذا، كيف توصله أنت كحق إنسان، أنت توصل المحاكم الدولية. منظمة حقوق الإنسان هي صوت الإنسان المسموع دولياً. يعني اليوم أنت أريد أوصل صوتك في المحكمة الدولية، منظمة حقوق الإنسان هي صوتها المسموع بالدرجة الأولى. هذه من ناحية كمثلاً عمل ما خلف الكواليس اللي ما يشوف الناس، أما أمام الكواليس هو عن طريق الإعلام. زين، خلف الكواليس كنا أعطينا دور الإمارات معاكم، مساهمتها معاكم في منظمات الحقوق. طبعاً دولة الإمارات يعجز الإنسان إنه يوصفها أو يسطرها بكلمتين. هذه الأرض هي أرض الحضارات، هي أرض الثقافة، هي أرض الريادة العالمية، ليس مجاملة ولا كلام، وإنما كيف هذه أي دولة كيف تثبت إنه هي دولة الريادة والتقدم؟ بالدرجة الأولى تكون دولة عاطية الإنسان حقه في عدالة بتوصيل الحقوق. وإحنا في دولة زايد، وفي دولة الشيخ خليفة، وفي دولة الشيخ محمد بن زايد الله يحفظهم، هم القدوة الحسنة للإنسانية وللعدالة لحق الإنسان. من هنا نتعلم حق الإنسان الحقيقي. يعني فعلاً في يعني هناك كثير أشياء ملموسة على أرض الواقع، خاصة باللحظة أنه دور لما يكون نشاطات المنظمات هذه من المسهل لما نحن فعلا نشوف الناس المبادرات الفعاليات التي تقام. يعني احيانا بيجي بيقول لك يا اخي هذا حفل خيري، مثلا هذا مثلا معرض خيري للوحات التشكيليه وكذا. يعني هاي الوقفه المجتمعيه انتم كيف بترتبوا لها مشان تعطوا صوت واحد من قلب واحد من مكان واحد؟ طبعا بالدرجه الاولى احنا نقتدي بشيوخنا الله يحفظهم، هم القائد الحقيقي لهالموضوع وتفعيله بداخل الانسان وداخل المجتمعات، فركزوا على هذا الموضوع. وإحنا ما بعد إحنا مشينا على خطواتهم، صرنا ننظم المنتديات، ننظم الإيفنتات، ننظم الأعمال الخيرية كدعم خيري للطفل، للمريض، لأصحاب الهمم. طبعا هذه مشهود لها يمكن أكثر دولة بالعالم هي دولة الإمارات، تهتم بهالموضوع وترعاه، فأكيد بالتكاتف، لأن ما دام القيادة صحيحة أكيد الـ 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 الناس اللي تتبعهم أكيد خطواتهم صحيحة. أكيد. طب أكثر خلينا نقول المنظمات اللي بيكون فيها فعاليات أو مثلا بيكون فيها صعوبة في إدارتها، إحنا بنعرف إنه في منظمة حماية حقوق المرأة، الطفل، الحيوان وكثير غيرها، إيش بتحسي أكثر شيء صعب التعامل مع قضايا؟ بالإنسانية ما في شيء صعب، لأن أنت بتكوني من الداخل حابة هالشيء هذا، فما في صعوبة، بالعكس في متعة وفي حب وفي يعني كيف أوصل لك إياها، في تفاعل، تكاتف، في أشياء كثيرة أنت حابة تعمليها وحابة توصليها. شوفي أحياناً تبدعي فعلاً، يعني تبدعي. كل واحد بيفرغ طاقاته بالضبط، يعني أحياناً يكون عندك فكرة واحدة بس من خلال حبك لهالموضوع ومن خلال التكاتف تشوف نفسك تبدع. أكيد، والعمل بشغف، يعني مثل ما بنحكي باللغة العربية من قلب ورب أنا بشتغل في الشغل، لأنه هذا عمل إنساني، عمل خيري. أكيد عمل الخير لازم ننشره بالأرض. أكيد. يعني دكتورة إيناس شرفتينا ونورتينا، شكراً جزيلاً، لا يمل، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى ومبادرات وفعاليات إن شاء الله بنحضرها مع بعض وبنوصل صوت جميل للعالم ككل. إن شاء الله. شرفتي ونورتي. شكراً جزيلاً. نطلع بريك ونرجع بعدين. أهلاً وسهلاً.